جاو بيها طاكسي. شوف ما كانش واحد ولا واحد داخل. شوف هادي دخلينا في حيطه جاي من واشنطن. انت رايح لقيت دروك على بالك ولقيت شاطر عليه؟ لقيت مازال ما لقيتش عليه الحمد لله. شحال تكلفة البيت؟ تكلفة البيت ما شاء الله. تكلفة البيت حوالي 2 مليون دولار. 2 مليون دولار ماشي حاجة. لكن للأسف صارت لنا حاجة ما كناش كاع متوقعينها. واش هي يا ترى؟ نظن أنكم عرفتوا المشكل واش هو. لقاو الباطل. هجوم. كي يبغوا يصوروا موفي ولا يصوروا حصة ولا يصوروا أي حاجة يجوا يديروا هذا الباكراوند وهذا التوب. قبل ما نبدأ الفلوغ بغيت نذكركم ونقولكم بلي أنه الدفعة السابعة فتحناها من خدمتنا يو اس باي ديزاد اللي أنا نقدموا فيها في أكثر من سنة ورانا واصلين للدفعة السابعة. واش في هذه الدفعة؟ أنه نقدم لكم خدمة التوصيل ولا خدمة الشراء من المتاجر الأمريكية والتوصيل للجزائر حتى الباب البيت والدفع بالدينار. وفي هذه الدفعة جماعة راح يكون البلاك فرايداي اللي راح يكون في نهاية نوفمبر والتوصيل للجزائر راح يكون في نهاية ديسمبر. يعني سارعوا بطلب طلبياتكم الآن لأنه الميزان راه محدود، فلما نوصلوا ميزان معين راح نحبسوا الطلبيات. أما تكون في أمان وصلتكم بالمريكان. سلام. السلام عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله، رجعنا اليكم الى الفلوغات اليوميه تاع زمان تاع امريكانوكا. فواش راح نديروا؟ راهم جايين ضياف. جماعه لعلمكم انا في سان فرانسيسكو عشت لمده اكثر من 3 سنوات، تسمى راكم مع جيد مريقل. واش راح نديكم؟ راح ندير لكم جوله سياحيه خفيفه تاع نهار واش تقدروا ديروا في سان فرانسيسكو. كل مكان راح نعطوه شويه برك. عندنا يوم فقط في سان فرانسيسكو ومن بعده غادي نروحوا في جوله الى الاي. قعدوا معنا في هذو الحلقتين ولا 3 حلقات. بسم الله انطلقنا سلي. اذا جماعه هذه هي الحومه وين راني انا ساكن، فراح نروح نجيبوا اصدقائنا دروك، نروحوا نجيبوا السياره ونروحوا عندهم. جماعه بما يخص الجو هنا في سان فرانسيسكو، باش تعرفوا الجو هنا في سان فرانسيسكو مختلف على كاليفورنيا تماما. كاليفورنيا معروفه بانه الحال حامي ودافي، تروح الالاي تاني من افضل الولايات اللي في الحال يعني في امريكا، تروح لساكرامنتو اللي هي الولايه الاداريه تاع كاليفورنيا يكتلك الحمى خاصة في الصيف جماعة، الكليماتيزير يحبس. لكن سان فرانسيسكو معروفة فيها هذيك البرودة، يعني فيها شوية حمال وفيها شوية برد، لافريشير هذي سما اللي يبغي هذيك لافريشير. سان فرانسيسكو الجو ملائم، تخرجوا برك 5 دقائق بالسيارة راح تلقوا الجو مشمس. لكن هنا شوفوا جماعة الضباب، شوفوا الضباب. تخيل أنك تصل إلى سان فرانسيسكو بلهفة لاكتشاف شمس كاليفورنيا الدافئة، فتفاجأ بجو غريب يلف المدينة. الضباب الكثيف يغلف الأفق ويمتد فوق الشوارع والتلال حتى يكاد يخفي كل شيء من حولك، حيث تسبح الأبنية في بحر من الغموض وأشعة الشمس تناضل للوصول. لكن الضباب يعاندها، تمر السيارات مثل أشباح عابرة وأضواء الشوارع تبدو كنقاط بعيدة، ما يمنح المدينة مظهرا يشبه الحلم. إنه ضباب سان فرانسيسكو العجيب. ولي يبغي الحمان والصيف ألاي، ولي يبغي القدية ساكرامنتو. فا شوف الشمس ما شاء الله، يوم شباب. لاش ميميس وراك سان فرانسيسكو يا روحي. جاي من واشنطن. الحل مالك. صاي صاي. ويا البكتاجة طالك ندير فيها بلاصة ان شاء الله. جاوي سوقو من واشنطن، شحال درتو؟ 12 ساعة. 12 ساعة، هذا ساك 12 ساعة وهذا رقد 12 ساعة. سياتل واشنطن. تساؤلي هذا كان في محل، علاش؟ لأنه اكتشفت أنه يوجد زوج تاع الواشنطن جماعة، واشنطن دي سي اللي فيها مقر الحكومة البيت الأبيض، لكن صحابي يسكنوا في واشنطن الولاية اللي أكبر مدينة فيها هي سياتل. يعني يوقع الخلط والمكانين بعاد على بعض بزاف. تخيلوا انه من واشنطن دي سي لواشنطن الولايه كاين 6 سوايع بالطائره. اي داري باش تصورها؟ اي في الطياره، يرسل في الطياره بجبده احنا سمعنا غادي يقرا اش داري؟ اش داري؟ صورها رسلها للغاشي دير ستوري ارقد. باش تعرف بلي قيد شكون هو، بلي قيد شكون. إذا جماعة أول مكان راح نزوره هو أكل، يعني نبدو بالأكل نتقهوى رانا صباح الله. هذا طريق سموها أرغويلو بولوفار، وأنا هذه الطريق سكنت فيها جماعة كي جيت هنا سان فرانسيسكو، سكنت جيت هنايا وكنت نعرف هذا نجي كل يوم يوميا تقريبا. أجمل بان شوكو
موجود في سان فرانسيسكو. هذا هو، هذا يوميا لاشين كيما هكا، وفي الويكاند لاشين توصل حتى لهنا. واش الاختصاص وجو تاكلو هنا؟ الالمان كرواسون شوكليت، هذا هو الاختصاص تاعهم. دير وحقيله 6 دولار غاليه بصح تستاهل. او شميس ها شميس. او نو درايفر، نو درايفر، واو. جماعه جاوا بيها طاكسي، شوف ما كاش واحد ولا واحد داخل، شوف ولا واحد. واو قاعد قلعت عطاها تيبسو كاع ما يسوقها ولا واحد. جماعه درت لكم فيديو مخصص ليها، روحوا شوفوه في اليوتيوب. نعم، من المدهش ايضا ان هذه السياره تتعلم مع مرور الوقت من تجاربها السابقه. هالو هالو، بسم الله. حسن قالت لك دير الحزامه. هالو ويا قلعت يا ما هذه دخلينا في حيطه. جماعه والله شعور غريب. وهو امر غريب لان السياره تفكر كما لو كانت شخصا بشريا. على بالي بلي نسيتوني ما كنتش تتبعوا، لكن انا نديكم جديد، فشوفوا في اليوتيوب كاين فيديو مخصص على السيارات اللي تسوق وحدها والمستقبل تاعها والمستقبل تاع الناس اللي راهي تخدم اوبر وديليفري سوف يزولوا عن قريب. اذا بعد ما تقهوينا في هذيك القهوه وكلينا في شوكو، جينا لبلاصه تبعد اسمها بريزيديو. بريزيديو هذه مكان يعني تاع الناس اللي لكجوري، يعني الناس الغنياء يسكنوا في هذا الشغل، هو كيل بارك. احنا واش جينا نشوف واحد المنظر 360 فيو على سان فرانسيسكو، ونروحوا ندو تصاور ونروحوا. هذا واش تجي دير هنايا؟ جا ها ولا المكان، ها ولا شي حاجه هذاك شو الكاتراس. الكاتراس ثانك يو. الجيريا الجيريا يا يو نو الجيريا او اوف كورس يا هالو. ها روح نصور، روح نصورك، روح. How old are you? Wow, nice. 72. Wow. There we go. 87. Where are you from? Algeria. Oh, welcome. Thank you. 1, 2, 3. Viva Algeria. Viva Algeria. Viva Algeria. Okay. Good luck, good luck. Goodbye. جماعة جولدن جيت بدا يبانو. أو ساندي. جماعة بالنسبة كي تجوا هنا تصوروا، بالنسبة للبارك تخلوها هنايا، بصح اللودينغ هذه تقعدوا فيها 5 دقائق ولا 10 دقائق قد ما تصوروا وتشاوروا. قدم لنا جولدن جيت بريدج. جولدن جيت صح. رانا ضياف عندك قدم لنا. صحيح حسيت راح يقيد دروك على بالك. ولقيت شو صرا له؟ لقيت مازال ما لقيتش. الحمد لله لقيت رانا. شو جولدن جيت بريدج هو الايقونة تاع سان فرانسيسكو. حاجة الأولى المزار الأول اللي يجي من أي بلاد يجي يزور سان فرانسيسكو. ويزور جولدن جيت بريدج. شنو تنجم تدير فيه؟ تتصور فيه برك وتروح. سمعني هذا مكان. وهذه هي المكان الشباب كاع باش تصور فيه. شتقول لنا على التاريخ تاعه ولا معلومه تاريخيه؟ هذا كي كنت باين ندير فلوق حفظتهم. اللون تاعه قال لك اللون تاعه يونيك، سموه انترناشونال اورنج. انترناشونال اورنج بالفرنسي كيش انترناشونال اورنج. اورنج لانترناشونال. واه وباش تدخل فيه باش تقطعه ب 7 دولار. كي تقطعه وين تتكلم؟ وين؟ في سوساليتو. الجسر الذهبي، جسر جولدن جيت بريدج، يعتبر من روائع الهندسة المعمارية في القرن العشرين. تم افتتاحه عام 1937، وكان آنذاك أطول جسر معلق في العالم، يبلغ طوله حوالي 2.7 كيلومتر. علاش خيروا هذا اللون بالتحديد؟ لأنه باش يبان في الضباب، لأنه معروف كما قلت لكم سان فرانسيسكو بمدينة الضباب الكثيف. قدم لنا دروك سوساليتو. تريب باش نديروه زعما بتناسق، زعما ما تروحش بلاصه ومن بعد تعاود البلاصه. تسمى من الجولدن جيت بريدج كي شفناه قطعناه، وين وصلنا؟ سوساليتو. سوساليتو سوساليتو بون، هي مدينه صغيره، بولفوار صغير، داون تاون تاعها صغير، فيها يعني الغنيه كاع تاع كاليفورنيا يسكنوا هنا. واحده من بين الاغنى لي سيتي في كاليفورنيا كاع، والديار والفايبز هنا يعطيك الخبر. فواش دير فيها؟ جولدن جيت شادرنا تصور. وهنا شنو نديرو؟ بيكتشر. لا واش ثاني؟ تمشوا. هذا هو كان تاع الباطل. هذا تريب تاع الباطل. نتمشوا. صحيح هذا هو كان. شوف ديار ما شاء الله تاعهم شابين.
راني نهضر على هادو المودرن. انا جورناليست وانت يا انت كجوار ولا كش شابه مليح راح يورينا شويه اللايف ستايل تاع حياته الخاصه وين راح تدينا الان. غادي ندخلوا للبيت ان شاء الله نوريكم اللايف ستايل لاكشري. البيت يتكون من ثلاث طوابق هاك سوساليتو. البيت هذا تاع سوساليتو غادي ندخلوا. تجيب تقول لنا علاش ثلاث طوابق علاش ماشي طابق واحد؟ كل طابق وعنده النظره تاعه، النظره اللي تشوفها من الطابق الاول ماشي كيما النظره غيرها للطابق الثاني. وشعل تكلفة البيت؟ تكلفة البيت ما شاء الله تكلفة البيت حوالي 2 مليون دولار. 2 مليون دولار ماشي حاجة. بصح انا سمعت بلي هنا الديار يفوتوا هنا يفوتوا 10 مليون بروموسيون دابا عمر ايموبيلي رافا. قاعد سيدي قاعد والله تقعد كاين هذا تاع فيراري كاين هذا تاع فيراري صور هذا فيراري شنو قلنا سيدو؟ قلنا صوروني بريش تبان اوديك مع اللوطو مع اللوطو والدار والدار حاجه ما يسعهاش راشيري جوكي راشيري جوكي قال لها سابها ما انا غادي نعطيه تريكو شوف تريكو مانكو تشارلي. بعد ما اكتشفنا سوساليتو رجعنا الى سان فرانسيسكو وعاود قطعنا البريج من جديد وهنا دخلنا سان فرانسيسكو والعقبات تاعها بداو والطلعات بداو لانها كلها منحدره. طرق سان فرانسيسكو تجمع بين التاريخ والهندسه والتضاريس الصعبه التي جعلتها واحده من اكثر انظمه الشوارع تميزا في العالم. هذا النظام المميز في تصميم الطرق يعكس تاريخ المدينه وروحها العمليه حيث واجه المهندسون التحديات التضاريسية بذكاء وابتكار ويحولوا تضاريسها إلى جزء من هوية المدينة السياحية والثقافية. كي تلقى بارك في الماريكان بالخف عندك عندك يزو شو كريت بان في الخريطة شو جعل من الملوية كيما دي دودان لا مشي دودان زعما شغل ملتوية. جماعة شوفوا هنا شرم دايرين هذه الصورة باللي يخونوا انا شخصيا زعما هادو الطرقان اللي فيهم لي سي توريستيكا كنفوت عليهم يوميا كل يوم نلقى ماشي سياره ماشي زوج اربعه خمسه مطرد قيلهم كاع الزاج. واحد المره طرد قزاج اقسم بالله قدام لا بوليس وتشوف كي تدخل سان فرانسيسكو في التيك توك تاعهم تلقى يعني يخونوا هكا في العين تما لازم تحرزوا روحكم كي يجيبوا سيارتكم وتقاروهم ماذا بكم تخلوا واحد ولا واحد يكون قريب لها لانه راهم انا نقول لكم في لا بوليس ويخونوا. توضى انت الاول بعد انا بعد سيدي ومن بعد نشوفوا لومبارد ستريت. لكن للاسف صارت لنا حاجه ما كناش كاع متوقعينها واش هي يا ترى؟ خليكم تفكروا وقولوا لي واش هي. هذا بالك نجم نحلوها نزيد نسكوت. المهم رحنا لهذا المحل باش نسلكوا هذه المشكله اللي وقعنا فيها. هما جو هما جو هما جو هما جبنا لك كاع التولز سكوت الاول لا سكوت ستيلي سكوت يطرد. نظن انكم عرفتوا المشكل واش هو. كي كنا باغيين نصلوا صلاه الظهر سيدو قام الصلاه واش يدير كنا حالين الباب باش ما يقطعوناش الصلاه فسيدو راح بلعه ما فهمتش علاش بلعه. دراما كبيره وقعنا في هذه المشكله. هذيك تبلع يوسف اضرب يوسف هذيك تبلع يوسف هذيك تبلع يوسف ما تقلب قوي يوسف هيو هيو قلبها والله راني نتحكم فيها غايه ماشي زرق قول والله والله يسري لي حكم على روحي نعاونك. الحمد لله يا ربي حل كاع البيبان درو كاع البيبان حلهم. شحال دات لنا يوسف؟ دات لنا 3 hours كل زوايا برا سينا كلشي. بسم الله 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 واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الصلاه الله اكبر. هاك صلينا الظهر تبلعت علينا لحق علينا العصر صاي هنا الدعوه سلكت الحمد لله سيبنا نيت الله في راحه وليك خايفين بزاف. دير لي هذيك تاع الصحافه تاع كل بلاصه دير لي هذيك تاع الصحافه طلقت علينا تاع الصحافه هذيك قوه والله الله البيت حوالي 2 مليون دولار 2 مليون دولار ماشي حاجه عرفته داخل
إذن جماعة وصلنا لهذا المعلم ثاني سياحي، يجوا بزاف يزوروا شوفوا السياح شعر راهم. وهذا المعلم يعني تفوت عليه باللوطو. هلا بسم الله راح نفوتوا فيها. شوفوا المنحدرات يعني السياح شعال. شوف 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 هي طريق ملتوية متعرجة دخلت في غينيس للتعرج تاعها يعني كبير منحدر كبير. فلومبارد ستريت اشت مع هذه الطريق لومبارد ستريت دل على الخصوصيه تاع سان فرانسيسكو اللي ما تلقاهاش في اي مدينه في العالم وهي المنحدرات. ولومبارد ستريت تعطيك الخبر يعني هذه الطريق اللي فيها سان اندريس تورنو فيها. شوفوا شوفوا الهيلز هادو وشوفوا تحت شحال يعني مبنيه على جبل على هضاب شغل العاصمه كيما العاصمه. بالدرون نسمة تشوفها أحسن تكنوريها لكم. طريق لومبارد في سان فرانسيسكو ظهرت في العديد من الأفلام وألعاب الفيديو. فيرتيغو 1958، واتساب دوغ 1972، وأشهر لعبة جي تي سان أندرياس. أكيد تحتوي اللعبة على نسخة من هذه المدينة واللي كانت تسمى هذه المدينة في هذه اللعبة سان فيرو واللي هي سان فرانسيسكو. أيضا لعبة واتش دوغز 2 هذه اللعبة تالي تدور أحداثها في نسخة رقمية من منطقة خليج سان فرانسيسكو. جماعة كما راكم تشوفوا شوفوا إطلالة تاع سجن ألكاتراس منه هاي. أينما تذهب في سان فرانسيسكو سيظهر لك سجن ألكاتراس وكأنه شبح يراقبك من بعيد. يقف صامدا وسط الخليج يذكرك بماضيه المظلم وتاريخه العريق سواء كنت على الشواطئ أو على تلال المدينة المرتفعة أو حتى في الزحام بين مبانيها. ستجد ألكاتراس حاضرا دائما كأنما يهمس لك بقصص أولئك الذين حاولوا الهروب أو أولئك الذين عاشوا خلف جدرانه السميكة ليبقى رمزا غامضا في أفق سان فرانسيسكو. اي راه راه يوسف راه شابا اي لقطه تاع فيلم والله لا لقطه تاع فيلم. يلا انا عمر هاي لا جردالي سكوير مرحبا بكم. جماعة جينا لهذا سكوير اللي هو سياحي نوعا ما يطلع على البحر. هذا اصحابنا اذا مكان اخر ومزار اخر ما كنتش داير في البال باش نجوه لكن جيناه ما دام رانا قريب منه هو مطل على البحر جيردالي سكوير. واش معناتها جيردالي؟ معناتها نوع تاع الشوكولاته هذا اللي مشهور بزاف هنا في امريكا مثل هيرشي مشهور. وعلى فكره درت لكم فيديو مخصص فلوج مخصص في السابق على هيرشي مدينه تاع الشوكولاته هذيك وزرنا البازار تاعهم يعني لازم تزوروها في ولايه والله نسيتها ولايه كي يسموها. لكن هنا راه في جيردالي هذا سكوير صغير اللي تقدروا تفوتوا فيها نص ساعه حتى لساعه تاكلوا فيه. اشهر حاجه واش هي؟ راهي خلفي جماعه. ها انا جيردالي هنايا اللي وين دير شوكليت اكسبيرينس يعني هنا وين ندوق الشوكليت تاعهم. وعندهم حاجه مشهوره بزاف دوك ندوقوها من بعد. لكن شوفوا لي هذه الاطلاله على الكاتراس. هذا الكاتراس وين تروح لحدك وين تروح تلقاه مقابلك. سيظهر لك سجن الكاتراس وكانه شبح يراقبك من بعيد. فخلينا ندخله واش دين. انا كي نسمع اكسبيرينس زعما باللي راح تجرب حاجه ومعناتها راح تجرب حاجه باطل. هيا ورونا واش عندكم. جماعه الحاجه اللي تعجبني في مشاريع كيما هكا كيما هذا جيردالي سكوير شوفوا ما قعدش فقط في الشوكولاته وانما دار حاجه سياحيه زاد دار لي ريستورون زاد دار مقهى فقط هو يعني ماركه تاع الشوكولات لكن يوسع العمل تاعه ويستثمروا في بزاف اشياء وخاصه في المجال السياحي. جماعه مثلا هذا استثمار شوفوا هو صح ماركه تاع شوكولات مي دار هكا كاب ودار عليهم براندينغ وباعها ب 15 دولار. هذا الكاب ما يلحقش دولار هو يبيعها ب 15 علاش؟ استغل الاسم والشهره تاعه. كاين العديد من الاشياء ويبيع ثاني لي سوفونير. جماعه هذا اشهر حاجه عندهم هذا الايس كريم هذا ان شاء الله دوك ندوقوه. خصني ندوق حاجه باطل ماكاينش. يوسف راك رايح؟ دوق باطل القهوة القهوة الباطل كراميل وان كراميل وي نيد تري تري سامبل سو فور ايتش وان ثانك يو ثانك يو باطل. كيما هنا قلت لكم الاكسبيرينس تاع الشوكليت وعندهم ثاني هنا ثاني جردالي جماعه هنايا مستثمرين في صوالح تاع التوريست يبيعوا صوالح تاع التوريست وهو ماركه تاع شوكولات فقط. شوفوا جماعه باش تعرفوا جماعه في يو اس باي ديزات نجيب لي كاسكيت تاع نيو ايرا ولي كاسكيت اوريجينال تسمى نعرفهم مليح. جماعه هذه والله ما تلحق دولار شوف تلمسوها جماعه فري بصح ولا تنباع في قرضالي تسمى تنباع غاليه 30 دولار بصحتك. كيوسك هذا ثاني قرضالي يدير قهوه وعندكم هذه الساحه كامل داخله مع قرضالي يعني هو اكثر مكان تاع راحه يعني تجي تسترخي هنايا اصحابي عياو فقالوا باغي بلاصه نريحوا فيها فجبتهم هنايا. The main one. The main one. Yeah, this is okay. The main.
Best seller, okay. But you can add brownie, the brownie one. You like chocolate ice cream, the chocolate ice cream one. Oh, okay. الأربعة ويدور شفتنا احنا ندوق وما نش ناكلو نيشان كيفاش عارف اللي احنا نتلاد على هذا طلعت جوادي بهم اللي تعتلاد ونقول والله ما حدا جوادي بهم لا والله فهمونا بس بزاف والله لا بزاف هذا يقولوا في ربعة عارف هجوم إذن بعد ما تزوروا قيردالي هذا سكوير تقطعوا برك الطريق هاي لا وين تتكلموا تقدروا تشوفوا اقرب مكان باش تشوفوا الكادراس نوريكم حنا رانا هنايا قردالي سكوير هاولا وغادي نروحوا مباشره نجي هنا نتمشوا باش نركبوا الكيبل كار يعني راني نوريكم بلايص اللي حدا بعض يعني تبعوا نفس البروغرام اللي راني دايره الان جماعه هذه اللاين باش يركبوا الكيبل كار تيكي ب 8 دولار وتبغي نهار كومبلي ب 13 دولار شوف جماعة كيفاش يدوروا باش يعاود باسكو هنايا منا يبدا ترمينيس من الانطلاقه ترمينيس من أشهر وسائل النقل في سان فرانسيسكو هو الكيبل كار وهو نوع من وسائل النقل العام التي تعمل بالكابلات جماعة قلعنا سيبو شوفوا ويعمل على نظام قديم تم تطويره في القرن التاسع عشر لمساعدة السكان والزوار على التنقل بسهولة خصوصا في المنحدرات الحادة حيث يسمح بالتنقل بشكل آمن وثابت حتى في الطرق الأكثر انحدارا بنت عاكوزة جماعه هذا الكيبل كار هو يعني العربات اللي كانوا يتنقلوا بهم بكري ودايرهم هذه لا لين وحده تقدر تنزل في اي ستاسيون كيما هنا رانا في داون تاون كنا في تشاينا تاون داون تاون نعاودوا نطلعوا معاه شفت حي تاع ايطاليا هلا شوفوا الاعلان في كل مكان شوفوا الاعلان رانا في الليتل ايطالي شوفوا جماعة الطرق هذه سان فرانسيسكو هذه هي اللي ماشي سان فرانسيسكو هذه اخر بلاصه ساي راح نزوروها painted ladies مازال نزيدو صح صح في الليل مازال الليل مازال painted ladies شديروا هنايا اش تقدروا ديروا هنا ما تجيوش تشدوا تصويره وتفرجوا لا تقدروا ديروا بيكنيك هنايا تجيبوا ماكلتكم كما حنا راح نجيبوا ماكلتنا وهذه الخلفيه من اشهر الخلفيات في سان فرانسيسكو اللي تصورت يعني كي يبغوا يصوروا موفي ولا يصوروا حصه ولا يصوروا اي حاجه يجوا يديروا هذا الباك جراوند وهذه التصويره واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تاع المنازل ملونة على بها يقول لهم patent ladies صحيح السلام عليكم الدرس مفهوم صحيح بدينا نعيو هاولين هذه المنازل بنيت على الطراز الفيكتوري الذي يشتهر بتفاصيله الدقيقة نوافذه الواسعة في يوم واحد ثم الفترة تاع الصباح كملت دوك الغروب الشمس وصلوا المغرب ونبدو الفترة الليلية شنو نديروا فيها راح نزوروا تشاينا تاون ولا ليتل ايطالي ولا نخز في ليتل ايطالي تقدر تاكل الباستا تشاينا تاون تقدر غير دور تشري دي سوفونير تشوف هذوك الاضواء يعني تشوف هذاك الجو الفايف تاع تشاينا تاون يعني في كل ولايه امريكان تلقى تشاينا تاون والحاجه الجميله في هذا المنظر انه هادو البيتد ليديز موراها مباشره داون تاون هايله
وهذا البينت ليديز. وصلنا لنهاية الفيديو، سامحونا ما قدرناش نديكم التشاينا تاون وليتل ايطالي لانه عينا بزاف. صاي تخيلوا انه كعد البروغرام درنا فيه نهار واحد. نتمنوا ولا نتمنى انه عجبكم الفيديو البسيط الخفيف، جولة مع اصدقائي في سان فرانسيسكو لمدة يوم واحد، وغدا ان شاء الله مكملين الى الاي ونخلوها في فلوق قادم ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك، لايك ومشاركة الفيديو. والسلام.